الناس كده شكلها هترجع تخطب وتتجوز من تاني بعد قرار الإعفاء الجمركي. دلوقتي أي حد يقدر يجيب ذهبه من أي بلد في العالم ومش هيخسر فلوس تاني. الحق اشتري ذهب واستثمر فيه قبل سعره ما يزيد من تاني. تاجر ذهب بيكشف عن مصير أسعار الذهب الفترة اللي جاية بعد قرار الإعفاء الجمركي. تعالوا نعرف إيه الحكاية. مشكلة إن أنت لو أنت داخل بسبيكة ولا حاجة واتمسكت دي قصة كبيرة. الجمرك عليها وتتاخد منك وتجري وراها. موضوع ان هم عملوا الإعفاء اللي انت تخش بذهبك من السعودية او من اي دولة تانية ده هي. اتكلم تاجر ذهب عن تأثير قرار الإعفاء الجمركي عليه الفترة اللي جاية، وقال ان اي شخص كان بيجيب ذهب من برا مصر كان بيضطر يدفع عليه مبلغ من المال علشان يدخل البلد، وده كان سبب من اسباب ارتفاع سعر الذهب. لكن بعد قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي عن الذهب ده هيخلي اي حد يجيب ذهب من برا ويدخله من غير ما يدفع مليم واحد. قال كمان ان سعر الذهب احتمال ينزل من 200 ل 400 جنيه، وانهم كتجار ذهب مش عارفين اسعار الذهب هتوديهم وتجيبهم لفين. كل دقيقة يطلع سعر او ينزل سعر، بس المرة دي متوقع ان هو ينزل. احنا في ما بيننا وما بين بره متوسط 400 جنيه. احنا بنلعب في الرينج ده. احنا مش هننزلهم كلهم، بس ممكن ننزل 200. وممكن على فكرة يحصل العكس ده وما تنزلش. وعن حركة البيع والشراء داخل أسواق الذهب قال إن حالياً في ركود في شراء الذهب بسبب إن الناس دايماً مستعجلة على المكسب، محدش بقى بيشتري والسعر غالي. حتى عالمياً الذهب بقى غالي وبيزيد كل يوم، بس ممكن الفترة اللي جاية ينزل لمدة شهرين ثلاثة، بس بعد كده سعره هيزيد بسبب ارتفاع سعره عالمياً. وسبته عمري ما أخسر فيه. لا لا، وبعدين عايز أقول لك إن الذهب عالمياً هيزيد. مش بس كده، ده قال ان افضل استثمار لمدة سنة جاية هو هيبقى الاستثمار في الذهب، لان الذهب على طول في الطالع والناس بقت بتدور على المكسب السريع. بس لو انت عايز تكسب مكسب كبير على مدار سنة استثمر في الذهب. وكمان ضرب مثال على كده. الذهب السنة دي مثلا تبقى عاملة كام؟ يعني احنا لو في شهر 5 اللي حط فلوسه في شهر 5 اللي فات. قال ان الكل بقى بيدور على الذهب الكسر، بس دلوقتي ما بقاش موجود واختفى، لان الناس الفترة اللي فاتت راحت تشتري كسر بشكل رهيب، وده علشان يحط عليه فلوس ويبيعه للناس بسعر عالي. كل الكسر اللي عنده باعه علشان يعينه استثمار. ونادر دلوقتي لما تلاقي كسر حتى ما بقاش فيه بيع، وده لان مفيش كسر، بقينا بنبيع بسيط جدا. وقدم نصيحة لاي حد عايز يستثمر انه يشتري الكسر اللي هو الذهب القديم علشان مفيهوش مصنعية، وده لأن المصنعية كتيرة لكن الدمغة قليلة، بتكون 5 على الجرام. وفي النهاية دي كانت كل حاجة خاصة بسعر الذهب الفترة اللي جاية، ودينا منتظرين نشوف سعر الذهب هيطلع ولا ينزل ولا هيرسع على ايه بالظبط.